هو أول جرى عن بعد حكم كما قلت الجائحة قاعدة العالم ضد كورونا، وكذلك المؤتمر الدولي الثاني كما شاهدت قبل قليل هو جرى بالمركز الثقافي أنفا. واليوم يعني بنادي الضبيضة، واليوم يعني البرمجة ربما هي اللي قلت شوية الحضور على سبيل المثال، كما ذكرنا حسب يعني التواصل الأولي كان ما يفوق على 100 مؤتمر ومؤتمرة كانت من خارج أرض الوطن، لكن التغيير اللي وقع إلى المركز الثقافي هي اللي شوية زعزعت شوية البرمجة العامة. ولكن الحمد لله فيكم خير، يعني الحمد لله غادي نتمناو هذه الأمسية تكون أمسية تربوية بامتياز. وكنشكر يعني ضيفة الشرف اللي بدات دعوة السيدة حسنة بن مقدم، هي مؤثرة أستاذة ومؤثرة تربوية لمادة علوم الحياة والأرض في الثانوي التأهيلي. دونك نحاول ممكن نتكلموا على اليوم على التطوير التربوي التعليمي في عصر الرقمنة، وغادي نحاول ممكن نوجه الكلمة للسيد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ عبد الله الفقير، اللي غادي يتكلمنا يعني بعجالة كيفية استقبال الدروس وكيفية معالجة إن شاء الله في المراحل، وكيف المتدخلين باش نحاول ممكن نخرجوا بتوصيات كنلقيها لكل مسؤول في حكومة عزيز أحمد نوش. إذا حنا الهدف هو ما بغيناش نخرجوا بتوصيات مستهلكة، ولكن نحاول ممكن نكون نسقطوا لبعض التوصيات اللي رفعها شخصيا الوزير التربية الوطنية والرياضة الأولي كما كنعرفوا الوزير شكي بن موسى. إذا نحاول ممكن يكون عندنا إن شاء الله لقاء عما قريب إن شاء الله، أو مراسلات إن شاء الله الرحمن الرحيم، وبعد ذلك سنرى ما سوف ينتج. بطبيعة الحال نستشعر كذلك مع رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمي، نحاول ممكن نخرجوا واحد النقاش اللي نخرجوا من التوصيات جد مهمة. مرحبا بكم، مرحبا بجميع المؤتمرات والمؤتمرين، مرحبا بجميع الباحثين والباحثات، وكذلك مرحبا بالاستاذ القدير اللي جانا من الراشديه، واستاذ جامعي استاذ مولاي رشيد سيدي عمي، مرحبا بك. اكيد ان هذا الاسبوع كان حافل عندك بعده مؤتمرات، وربما من مراكش الجديده الى سنه من بعد ما سيحق لك ان شاء الله بمدينه الراشديه. مرحبا بكم جميعا، ومرحبا كذلك بالطاقم الاعلامي لجريده سون فابريس وكذلك شو تي في. مرحبا. شكرا دكتور خالد، والان نمر الى كلمه ضيفه الشرف الاستاذه حسناء بن مقدم، تفضل مشكورا. السلام عليكم. وسنبدأ أولا بمداخلة للأستاذ إبراهيم بوحدي، وهي مداخلة تحت عنوان التعليم عن بعد في العالم القروي وتأثيره على الأمية نموذج الجماعة القروية بإحياء سيدي حسن. يتفضل. Thank you.
السلام عليكم، مرحبا بالحضور. اولا بدايه نشكر الاستاذ خالد الزيد رئيس المؤتمر ورئيس اكاديميه الهندسه الدوليه على اتاحه الفرصه للتواصل وتبادل المعلومات وتبادل البحوث نتائج البحوث ديالنا بخصوص البحوث الدراسات الميدانيه اللي درناها والدراسات البيبليوغرافيه والنتائج اللي توصلنا اننا نتقاسموها ونسردوا مع بعضياتنا، وهذا هو الهدف التعليمي والتربوي اللي تنبحثوا عليه كاملين. اولا نتقدم لكم السيد ابراهيم بوعدي، استاذ حسن الصدفه استاذ الجامعة الحيه، طالب باحث في الدكتوراه في مختبر البيئه والمجتمع، المهم كاين واحد العلاقه، والبحث ديالي لحسن الحظ تزامن يعني توافق مع هذا الموضوع في المؤتمر، خاصه في جائحه كورونا ومن بعد ما الحمد لله فتنا ديك الجائحه عاودت رجعت للميدان وتواصلت مع المناطق الدوليه اللي كنت نخدم فيها لان كنت في العالم القروي، وعرفت بزاف على الصعوبات اللي يعانيوها التلاميذ وعانوها الاباء وهي التلاميذ بخصوص هذه الجائحه. اولا الموضوع هو التعليم عن بعد في العالم القروي وتاثيره على التنميه، من الجماعه الترابيه ديال اثيوبيا اللي هي جماعه قرويه في اقليم سيدي قاسم. هذا البحث هذا تم الصياغه ديالو والتقديم ديالو من طرف التهيئه ديالو صياغته من طرف ابراهيم بوعدي ومن طرف الباحث يوسف المعروف. أهمية أول حاجة اللي هي خصنا نركزوا عليها هي أهمية التعليم الرقمي في الحياة ديالنا، خاصة في المرحلة اللي كنعيشوا عليها هي هذا القرن هذا اللي هو قرن الذكاء الاصطناعي، وبالتالي العالم القروي في أمس حاجة إلى هذه التقنيات أو هذا الذكاء الاصطناعي في التعلم، وخاصة التعلم عن بعد، مع العلم بأن العالم القروي كيواجه مجموعة من الصعوبات خاصة في المواصلات والوصول للمدارس وفصل الشتاء بصفة خاصة. الدولة المغربية أكيد وعات بهذه الإشكالات وكتواكب التطور التكنولوجي اللي كاين على مستوى الرقمنة القطاع التعليم، لهذا تم صياغة مجموعة من التشريعات القانونية خاصة القانون القطاع الصادر سنة 2019 وخاصة المادة 33 فيه منه القائل التي تقوم على إصلاح التربية والتربية على الرقميات، ثم اعتبار تقوية إدماج تكنولوجيا الإعلام والتواصل في تحسين جودة التعلمات وإنشاء مختبرات ابتكار وإنتاج المحتوى الرقمي وكذلك تطوير التعليم عن بعد. هذه الميكانيزمات كلها تطورت من طرف القانون، هي مكملات للتعليم الحضوري، هي مكملات للتعليم الحضوري. وقد تعزز هذا المسار من خلال اعتماد المجلس الحكومي بتاريخ 15 يوليو 2021 بمشروع مرسوم 474/2 المتعلق بالتعلم عن بعد، يعني ان الدوله المغربيه والحكومه بشخص الحكومه اللي كانت في تلك المرحله والحكومات اللاحقه هي تاعي جيدا باهميه التعلم عن بعد، وبالتالي فالصياغه التشريعيه هي قائمه وما زالت تتطور. بالنسبه للتعليم عن بعد خلينا تجربه، ولحسن الحظ بان المغرب استفاد من تجربه كورونا في منحها الايجابي وخذ طريقه التعلم عن بعد، لكن هذه طريقه التعلم لم تنضج بعد بالشكل الكافي، وكانت نتائج التعلم عن بعد فتره كورونا على الشكل التالي، بحيث ان تفريغ النتائج حسب الهيئه الوطنيه للتقييم لدى المجلس الاعلى للتربيه والتقنيه والبحث العلمي دارت واحد البحث حول التعليم في زمن كوفيد 2021. النتائج اللي خرجت تاع طريقه التعلم هي كالتالي: التلاميذ في طريقه التواصل التكنولوجيه التواصل كانت 69.9% اعتمدت على شبكه التواصل الاجتماعي فقط وخاصه الواتساب، 21.3% اعتمدت على بوابه تيس تلميذ تيس ديال الوزاره، و 8.8% اعتمدت على الاقسام الافتراضيه اللي كانت كتخلق في شبكه التواصل ولا في اليوتيوب. من هذه النتائج كنستنتجوا بان الواتساب اللي هو ولا دابا ولا تقليدي بشكل تقليدي هو اللي كان معتمد من طرف التلاميذ ولم يتم الاعتماد بشكل اساسي بنسبه كبيره على بوابات الكترونيه للوزاره المعنيه.
هذا تقدم، ولكن واجه واحد الصعوبات. الصعوبات الرئيسيه اللي واجهها التلاميذ في متابعه دروسهم حسب الاساتذه، اولا عدم توفر او نقص تكنولوجيا المعلومات والاتصال، صعوبه في وجود في الولوج الانترنت، عدم اتقان او صعوبه استعمال المنصات الرقميه للتعلم عن بعد، ضعف مساعده ودعم الاباء خاصه في العالم القروي، عدم التزام التلاميذ وضعف اهتمامهم، وهناك اسباب اخرى تكون خاصه. هذه بصفة عامة على مستوى المغرب، لكن كانت حالة كانت دراسة الميدانية اللي قمنا بها في الحالة تاع الجماعة الترابية لابتيوكا لكي نقرب السوق أكثر للعالم القروي. جماعة لابتيوكا موقع جغرافي ديالها، وهذا موقع جغرافي توجد بإقليم سيدي قاسم، فوالا إقليم سيدي قاسم، هي الحدود ديالها الترابية عندها حدود مع جماعة عين جمعة إقليم مكناس، وعندها حدود مع اقليم فاس، والحدود الجنوبيه الشرقيه ديالها مع الجماعه الترابيه مع الجماعه الحضاريه تاع اقليم سيدي قاسم، والمركز الجماعه يبعد عن العماله ب 6 كيلومترات. هذا غير تقريبا يعني تموقع جغرافي تقريبا من مكان فقط. الجماعه الترابيه تاسست سنه 1992 من الناحيه الاداريه، تنتمي الجماعه لعمل اقليم سيدي قاسم دائره شراده قياده زراره، وتمتد على مساحه 19000 هكتار، حيث تشكل 6% من المساحة الإجمالية لعمالة سيدي قاسم. تحد شمالا بجماعة تكنا، جنوبا بجماعة عين الجمعة كما سبق الذكر. دواوير الجماعة، وهذه الخريطة كنبداو أنها تكون واضحة أكثر، هنا لأن هذه الجماعة الترابية هذو الدواوير ديالها، والأهم في هذه الخريطة هو نعرفوا بعد الدواوير على الطريق الوطنية رقم 4، وعلى الطريق الجهوية 413، وعلى الطرق الإقليمية ديال إقليم سيدي قاسم. يعني معظم الدواوير، مع العلم بأن هذه الجماعة هي تتموقع في مقدمة سلاسل جبال تلال الريف اللي كانت سيدي قاسم، يعني سلاسل تلال الريف طبيعة التربة ديالها هي طينية أكثر، يعني كتكون صعوبة الولوج للمدارس في فصل الشتاء، هنا كتكمل الأهمية القصوى تاع التعليم عن بعد في العالم القروي، خصوصا مثل هذه الجامعات. الجامعه كتوفر المؤسسه التعليميه، عدد المؤسسات التعليميه، مؤسسه التعليم الاولي كاينه وحده، مدرسه المدارس الابتدائيه 13 مدرسه ابتدائيه، ثانويه اعداديه وحده، ولا وجود لثانويه تاهيليه، ويوجد مركز التربيه والتكوين خاص بالنساء في مركز الجامعه. تلاميذ الجامعه كتوفر على تلاميذ التعليم الاولي على 36 تلميذ اللي كيستافدوا من التعليم الاولي، بالنسبه للابتدائي 1165 تلميذ، التعليم الثانوي الاعدادي 246، المجموع التلاميذ اللي متعلمين بصفه عامه داخل الجامعه هو 1411. الاطر التربويه اللي كتواجه في الجامعه، بالنسبه لاساتذه التعليم الابتدائي 47 تلميذ، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي 12 تلميذ، والإداريين كاين 10، يعني في المجموع الأطر التربوية 69 قطاع تربوي في الجامعة. الجامعة كما سبق الذكر على أن الأهمية ديال التعليم عن بعد الجامعة تكمل بجوج أسباب، بجوج دوافع رئيسية، هو أن أغلب التلاميذ قاطعين الدواوير تنقطع فيها وسائل التواصل في فصل الشتاء، ووجود متعلمين بالمجال لا يستطيعون التنقل نظرا لبعض الإعاقات الصحية والنفسية. والإكراهات اللي كتمنع تطور التعليم عن بعد المنطقة.